First of all, we are very. طبعا أولا نحن فخورون جدا للوصول لهذه المرحلة، مرحلة نصف النهائي بعد فترة طويلة. ونحن نعرف جيدا الخصم الذي نواجهه أنه أهم فريق حاليا. هذا ليس رأيي الشخصي وإنما هذا ما تظهره النتائج، نعرف ذلك، لكن أيضا نعرف أنفسنا ونؤمن بأنفسنا. أول شيء نرحب بأخواننا بعثة الهلال في دولتهم الثانية. مباراة بالنسبة لنا أكيد صعبة ومش سهلة في نصف نهائي كأس آسيا. عارفين قدر المباراة، عارفين قوة المباراة بين الطرفين. نحن كلاعبين طبعا بنبذل كل ما نملك من قوة، وإن شاء الله بإذن الله نسعد جماهيرنا ونسعد شيوخنا ونسعد شعب الإمارات إن شاء الله. طبعا نحن هي نفس الوضع، فريق قوي، النتائج معروفة للجميع، كانت هي المرة الأولى للنادي. طبعا نحن نتعلم، الفريق الذي سنواجهه قوي ويجب أن نقبل ذلك بروح رياضية، لكن بمهنتي كمدرب وأيضا اللاعبين الفكرة هي أن نكون منافسين، نواجه فريق لم يعرف الهزائم إلا مرة واحدة في هذا الموسم، هذا هو الوضع. Our idea is try to be competitive. The difference now is. طبعا الفرق حاليا هو أن فريق الهلال يبدو أنه مبني ومصنوع للفوز بدوري الأبطال. بالنسبة لنا أيضا نحن موجودون هنا، قد يكون مفاجئا للبعض، لكن بالنسبة لي هذا ليس مفاجئ. نحن هنا سنخوض هذه المواجهة، سوف يكون الجو رائعا وحماسيا. في النهاية نؤمن بأنفسنا وكل شيء يمكن أن يحدث في عالم كرة القدم. شوف، دائما المباريات هذه بالنسبة لي سواء في كأس العالم مثل ما قلت أنت في البليت والفرق اللي لعبنا ضدها أو النصر والهلال، دائما يوم يكون أنت حاضر بتركيز عالي وحماسك موجود، دعم جمهورك موجود، هذا يفرق معك كلاعب. تحاول تعطي أكثر من المجهود اللي دائما أنت متعود عليه. المباريات هذه استثنائية، طبيعي إذا أنت بتوصل بعيد مثل ما قلت، إذا أنا بواجه ريفر بليت أو بواجه النصر السعودي أو بواجه الهلال السعودي، إذا تبى توصل بعيد لازم أنت عطائك يكون أكثر، تركيزك يكون أكثر. نحن لعبنا مباريات كبيرة وإن شاء الله أن نحن قد المباريات هذه، وبنكون إن شاء الله متواجدين بتشريف إن شاء الله الوطن بإذن الله. طبيعي العتب يكون موجود بحجم فريق بنادي العين، يعني الجمهور محبين الفريق، يعني متعودين على الفريق يطلع بصورة طيبة ويطلع ببطولات، يعني هاللي عودناهم نحن والأجيال اللي فاتت والأجيال اللي هاي. المباريات هذه استثنائية مثل ما قلت أنت، الجمهور دائما داعم في المباريات الكبيرة، فمش غريبة عليهم، يعني مباراة في نصف نهائي كأس آسيا طبيعي انهم بيجون بيحضرون بيدعمونا سواء جمهور العين او جمهور الامارات بشكل عام. فنحن عارفين الوضع وباذن الله ان ما نخيب ظنهم ونقدم مستوى طيب باذن الله يليق باسم نادي العين والكرة الاماراتية ان شاء الله. شوف دائما الله يطول اعمارهم شيوخنا دائما داعمين لكل مجال في 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 الدولة، يعني اليوم حضورهم طبعا يعطينا قوة، نحن كلاعبين حضورهم يساعدنا ان نحن نقدم الافضل، اهتمامهم يحسسنا ان نحن يعني نطلع بصورة طيبة، مش غريب الشيء هذا عليهم. انا اشوف ان باذن الله ان باذن الله نفرحهم. We must be happy. طبعا ما سأقوله هو أن أجعلهم دائما سعداء، يجب أن نكون أيضا فخورين بأن نكون جزء من هذا الحدث الذي لا يمكن أن يتكرر أو لا يحدث دائما. أدعوهم دائما لتقديم الأفضل والنتيجة ستلي ذلك الأداء. Be proud of that. Be happy. Try to do
you're better